السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وحبايبي، أين ما كنتم في الداخل أو في الخارج، أنا يحيى مرشد قطيش. أوجه كلمتين إلى أولاد أخي ولأولادي في اليمن، لأننا أصبحت لا عندي لا مال، لا من اليمن ولا من الداخل ولا من الخارج. حقي عند ابني حطيته 15 سنة ولم يملكني دولار واحد، الذي هو وضاح يحيى مرشد قطيش. أنا سلمت أولاد أخي نص ملكي في صنعاء ونص ملكي في تعز، وأعطيتهم أوراق من هنا من القنصل اليمني وثقات يعني عندكم بوزارة الخارجية، ودخلتهم في شارع للعيش. بصيرتي موجودة باسمي وكل شيء حقي موجود بيدكم، بيد عيال أخي، عيال أحمد قطيش وعيال علي قطيش. لا أتدخل يعني للوضاح ولا لأي واحد من أولادي في اليمن. أنا حر بحقي، ما حد دخل خرج بحقي. احنا 15 سنة واحنا نشارع احنا وعيال اخي، فاحنا قلنا بدل ما يقتل واحد منهم ولا من عيالي اعطيتهم النص، علشان كل واحد يروح في حال سبيله ونسلم الشر. حتى الان دخلوا المحكمة وخرج الولد هذا للشارع يتصل فؤاد قطيش للبيت حقه، وهو بالبيت حقه ما راحش المحكمة، وقال له تعال ابن عمي بدي اكلم انا وياك. لما راح لعنده صار يسبه ومدري ايش، حصل حادث بينهم، تضارب هو وياه بالشارع. ما يدخلوا لا بقضيه الغبري ولا يدخلوا بحاجه ثانيه، وايش دخلنا بقضيه الغبري؟ وليه دخلتمنا بالمشاكل هذه كلها؟ وهي يعني مراقات يسلموا للمحكمه، يسلموا العماره حقي، اجروا او بيعوا والسلام عليكم، ما فيش غير غير. ليش ناولتمنا محاكم سرحة رجعة للعيش؟ بصيرتي باسمي معاكم وأوراق يدكم من القنصل اليمني من أمريكا، للعيش حتى المحاكم سارحين راجعين. متساجر ما بدش يساجر منك يطلع الشارع، هذا القانون. جالس وضح يضحك عليكم، كل ساعة أودي لكم جواب، كل ساعة أودي لكم معذرة، ساعة يدي لكم أمه يقول أني صارت الحق، وساعة يقول يعني ما دخل أمه ما دخل أبوه بحقي، يروح له في حال سبيله. هذا أنا بعذب العذاب الأكبر، بطاعة الوالدين.